إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين وإن شئتم أصول الاعتقاد أصول الإيمان، لما كان هذا العلم هو أشرف العلوم، وأنتم تعلمون أن شرف العلم بحسب شرف المعلوم، وهذا العلم وهو أصول الدين أو أصول السنة، هذا العلم هو أعظم وأشرف العلوم، وحاجة العباد إليه أشد من حاجتهم إلى كل شيء، حاجتهم إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة. ولذلك اقتضت حكمة الله عز وجل الرحيم العليم الخبير أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، فالعقول بمفردها لا تستطيع أن تتعرف على تفاصيل أصول الدين وتفاصيل معاني الإيمان ومواضع الغيبيات، العقول بمفردها لا تستطيع أن تصل إلى تفاصيل الاعتقاد. فمن رحمة الله عز وجل أن بعث إلينا الرسل تبين لنا ذلك كله، فالعبد لا يستطيع الوصول إلى ما ينبغي عليه العلم به من غير أن يصل إلى ذلك من الكتاب والسنة، وأيضا لا يستطيع أن يفهم ذلك الفهم الصحيح حتى يطلع على ما قرره أئمة هذا المنهج الطيب، إلى ما قرره سلفنا الصالح الصحابة والتابعون أتباعهم وأئمة الهدى. سمي هذا العلم بأسماء، وهذه الأسماء ليست توقيفية، فكلمة العقيدة هذا أمر اصطلاحي لا يضر أن يستعمله الإنسان، ولا ينبغي أن يغالى فيه لا نفيا ولا إثباتا. وأهل السنة سموه أسماء، الإمام أحمد رحمه الله تعالى في رسالته إلى عبدوس بن مالك قال: أصول السنة عندنا. والإمام اللالكائي سمى كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فسماه أصول الاعتقاد، وكذلك سمي بالفقه الأكبر، إذ هو بالنسبة لبقية الفقه هو فقه أكبر، وهكذا. إذن بارك الله عليكم، إذا كانت الحاجة إلى هذه الدرجة بالنسبة للخلق إلى هذا الاعتقاد، وكلما اشتدت حاجة الخلق إلى الشيء يسر الله عز وجل لهم سبله، حاجتهم إليه من أجل إصلاح قلوبهم وتصحيح مفهومهم عن ربهم عز وجل، ليعرفوا الله عز وجل حق المعرفة ويعبدوه على النحو الذي يحب ويرضى سبحانه وتعالى. إن برأ لجمع مسائل الاعتقاد جماعة من أهل العلم، على رأس هؤلاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام لم يكن يكتب في الاعتقاد الرسائل ابتداء من نفسه، بل كما ذكر في المناظرة، في ذكر المناظرة في العقيدة الواسطية، ذكر أنه لم يبتدئ الكتابة حتى تطلب منه، فما كتب لا الواسطية ولا الحموية ولا التدمرية ولا غيرها، إلا إما بناء على سؤال سئله أو طلب إليه أن يكتب رسالة تجمع
الأصول الاعتقاد فيكتب. ولذلك فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جمع الواسطية بناء على مثل ذلك. وهذه الواسطية بالذات عني بها العلماء عناية خاصة، لا تكاد تجد كتابا من الكتب عني به العلماء كتب الاعتقاد كما عنوا بالعقيدة الواسطية. وهذا كتاب موفق أيد من الله عز وجل فيما نظن، حتى إنك لا تعرف أحدا استدرك من أهل العلم بهذا المنهج، لا تكاد تعرف أحدا من أهل العلم استدرك على شيخ الإسلام فيه ولو على حرف واحد. وهذا يدل على أنه وفق فيه. والأعجب من هذا إذا عرفت المدة التي كتب فيها شيخ الإسلام هذا الكتاب. من خلال الرجوع إلى المناظرة أو ذكر المناظرة في العقيدة الواسطية، تبين أنه امتحن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بمحنة الأقران، وليسوا أقرانا ولا حتى يصلحون أن يكونوا خداما عند قدمي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من حيث الناحية العلمية. فابن مخلوف وفلان وفلان، أين كتبهم؟ أين علومهم؟ أين تلاميذتهم؟ أين ذكرهم؟ ولو أن شيخ الإسلام ما ذكرهم في الرد عليهم في كتبه ما سمعتم بهم، يعني خلدوا لأنهم أساءوا إلى شيخ الإسلام، ولأن ابن تيمية رحمه الله تعالى بين ما عندهم من أخطاء وكذا فحفظوا لأن شيخ الإسلام ذكرهم، يعني ذكر شيخ الإسلام كان سببا في بقاء وجودهم في الكتب والذكر بين الناس. وكان من هذه المحنة أنه رفع أمر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى السلطان في مصر، فبعث إلى نائبه نائب السلطنة أن يأتي بشيخ الإسلام ويأتي بجماعة من الكبراء في أهل العلم من أهل العلم في ذلك الزمان أن يجمعهم به وأن يناقش موضوع الاعتقاد الذي كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكر شيخ الإسلام أنه نسب إليه عقائد ما قاله وإنما هي زور وكذب عليه، فيها ذكر التجسيم والتشبيه وغير ذلك. وهذا يدل على أن شيخ الإسلام ابتدأت عداوته منذ أن كان وفي حياته وأثناء كتابته. وطلب إليه أن يكتب عقيدة في التو واللحظة، فكتب أصولا مباشرة. ثم بعد ذلك قال أنا أخشى أنني إذا قرأت أن يشكك في نزاهتي في القراءة وكذا، معنى هذا الكلام، فيعني وربما يقال بأنني هذا الذي كتبته دهنت أو يعني جريت الناس في كتابتي، لكني كتبت كتابا. هذا الكلام يقوله في على رأس 700 وسنتين، على رأس 705 سنين. فقال كتبت كتابا قبل 7 سنين وهو موجود في مكان كذا، فبعثوا يؤتى به، فجيء بالعقيدة الواسطية. وذكر أنه إنما كتب هذا الكتاب لأنه جاءه قاضي شرف الدين الواسطي الشافعي يسأله أن يكتب له عقيدة، فقال له أنا قد كتب الناس وأكثر في هذا، فيعني اختر شيئا من ذلك واقرأ. فقال فأبى وألح علي إلا عقيدة تكتبها أنت. إذن إنما كتب شيخ الإسلام هذه العقيدة بعد إلحاح شديد ورفض فكتبها. قال فكتبتها وأنا قاعد بعد العصر. الآن إذا أخذنا هذه العقيدة واستشرحناها وفهمناها، سنجد فيها من الإتقان والتناسب والتجانس فيما بينها ما نحتاج إلى شرحها، من أجل شرحها نحتاج إلى زمن طويل. ومع ذلك فهو كتبها بعد العصر، يعني في قاعدة بعد العصر. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على توفيق عجيب وعلم عميق، وكأنه يحفظ في ذهنه صورة للعقيدة، فقط يحتاج إلى أن ينزلها
على الورق. فكتب، التزم في هذه العقيدة بألفاظ السنة، لا يخرج عن ألفاظ الكتاب والسنة في هذه العقيدة، وهذه هذا موضع صعوبة آخر أبدا. يعني مثلا قال التحريف بدل ما يقول التأويل، التمثيل بدل ما يقول التشبيه، وأما التكييف فلأنه لفظ مأثور عن السلف، وقرره السلف وتلقي بالقبول من أيام مالك عليه السلام ومن قبله، فذكر هذا اللفظ موجودا لأنه من مما هو مأثور عن السلف ولم يخالف فيه أحد. ولم يذكر في هذه العقيدة شيئا إلا وقد أجمع عليه أهل القرون الثلاثة الأول، واحتج على هؤلاء بأنه يعني أنه يتحداهم، فهو أمهلهم 3 سنين أن يأتوا بحرف واحد يخالف ما في هذه العقيدة من أحد من أهل القرون الثلاثة الأول. هذا سهل؟ يعني واحد كتب كتابا في هذه المدة القصيرة ويتحدى أنه يؤتى بحرف يخالف ما في هذه 3 سنين. طيب سمعتم أن أحدا جاء وقال أنا عندي ما يخالف هذا في خلال هذه القرون الثلاثة؟ ما جاء أحد، وكلهم كانوا حريصين أشد الحرص على مخالفة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. إذن فهذا يعني يجعلنا نستشرف ما الذي يوجد في هذه العقيدة. ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه العقيدة؟ إذن نبتدئ بحمد الله عز وجل مستعينا به أن يوفقنا وأن ينفعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الوسطية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. نعم، هذا هو أسلوب أهل السنة والجماعة، أنهم يستفتحون كتبهم وخطبهم وخطاباتهم ورسائلهم وما إلى ذلك، يستفتحون ذلك بالثناء على الله عز وجل وبالصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام وكمال علومهم ومن نقاء وصفاء منهجهم. قال هنا: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقوله الحمد لله، وقبل أن أتم أو أن أبدأ، سنحاول إن شاء الله تعالى أن إذا يعني كان الأمر مفصلا في ما يستقبل من الكتاب أن لا نتعرض له بالشرح ابتداء، وإذا تعرضنا لشيء بالشرح ابتداء وتكرر يعني وجوده، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يعني يجمل ثم يفصل في موضع آخر حتى لا يتكرر التفصيل، فأرجو من إخواني أن يتنبهوا، إذا لم نتكلم عن الشيء في البداية فربما يأتي فيما بعد. الحمد هو من الثناء الجميل، وقد يكون مقلوب المدح أحيانا بحسب، يعني أن يقال فلان حمد فلانا على كذا وكذا، لكن إذا قلنا الحمد فهذا دخلت عليه الاستغراقية، فتدل على أن جميع المحامد ثابتة له سبحانه وتعالى. هذا نفي أم إثبات فقط؟ قال الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. إيش نفهم من هذا؟ الحمد هو لفظ يدل على الكمال نفيا وإثباتا، لأنك تحمده يعني تمتدحه على ما له من صفات الكمال، وكأنك لا تدع صفة من الصفات التي هي صفة كمال إلا وقد امتدحته عليها.
وكذلك امتدحته أنه سبحانه وتعالى لا يتصف بصفات النقص، وننفي عنه كل نقص في أي كمال من كمالاته أو كل نقص مطلقا، وإنما ينفى النقص من أجل إثبات كمال. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، وهذا الذي نريد أن نصل إليه ونحصل عليه، وهو الذي تتنور به القلوب لتنبعث بدافع قوي إلى الجوارح، فيعمل الإنسان بناء على ماذا؟ على هذا. كم من الناس من يعبد الله عز وجل على غير علم، فربما ينقطع عبادة تقليدية الآباء والأجداد، فإذا وإذا بالرجل يصلي ربما يكون يصلي على بدعة، وإذا ناقشته في الموضوع قال لك هذا يعني كان من أيام الآباء والأجداد، من أين جئتم بهذا الدين؟ فالعبادة من غير علم مصيبة. بالهدى ودين الحق، ودين الحق هو العمل الصالح، والعمل الصالح لابد فيه من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع. أحسنتم. قال: ليظهره على الدين كله، أي ليعليه، ليكون الأعلى والظاهر. إذن لا يمكن أن يكون الدين عاليا، انتبه إلى هذه القضية، هذه من العقيدة، لا يمكن أن يكون الدين عزيزا عاليا مع الجهل به أو ترك العمل به. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء. إذن إذا لم يكن العلم النافع والعمل الصالح، كيف يمكن أن تكون الرفعة لهذا الدين؟ إذن إذا لم نجد الرفعة لهذا الدين، إذا وجدنا الذل، وجدنا الصغار للمسلمين وكذا، فما السبب في ذلك؟ انتفاء هذا المعنى. ليعليه، ليظهره على الدين، أي جميع الدين، جميع الأديان. وهذا كل رسول من رسل الله كانت هذه الوظيفة وظيفته، ما من رسول جاء إلا وأعلى الله به الدين بالعلم النافع وبالعمل الصالح. وكفى بالله شهيدا، وهذه جميلة جدا، وهذا يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حتى في هذه المقدمة يريد أن يعطينا العقيدة ابتداء. وكفى بالله شهيدا، شهيدا على ماذا؟ هو شهيد سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأنه أدى هذه الرسالة العلمية والعملية. فإذا قال وكفى بالله شهيدا، يعني لا نحتاج إلى شهيد معه. طيب كيف نعرف أنه شهد؟ بطريقين: الشهادة الكونية والشهادة الشرعية. الشهادة الكونية لأنه لما أرسل رسوله أيده بما على مثله تقوم الحجة على الناس، صحيح؟ فإن قال قائل فهذا كان في ذلك الزمان، فماذا نفعل الآن؟ وكيف نعرف شهادة الله لنبيه بذلك؟ الجواب ماثل: أنتم ألا تعرفون أن الناس يذلون ويضيعون ويصيرون في ذيل القافلة إذا خالفوا عن أمر الله ورسوله، وأنهم عندما يعودون إلى الله ويرجعون إليه، وعندما تعود الشعوب والأمم إلى الله عز وجل يعزهم وينصرهم؟ اقرأ التاريخ وانظر حتى في تاريخ الدولة الإسلامية على جميع مفاصلها، ستجد أنه لما كان الناس حتى مع وجود الفتوح وكذا، لما ضعفت السنة في قلوب الناس وانتشرت البدع، تسلط أعداء الأمة عليها، يعني مخالفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الدولة الفاطمية انطمست السنة في الناس وانتشرت البدع والأهواء وكذا، فضاع المسلمون، كثير من الناس صار يخاف أن يظهر دينهم، وبلاد المسلمين فرقت، تسلط الأعاجم الفرنجة الصليبيون، راح بيت المقدس ضاع، وضاعت البلاد، وتسلط الكفرة على المسلمين.
وكذلك في عهد في العهد الذي تسلط التتار أيضا، انظروا ذلك الزمان من أئمته ومن المشايخ ومن العلماء في ذلك الزمان، وكيف انتشرت المذاهب. ولذلك بعض الناس يقول هذا المذهب تابع للسنة وهذا من أهل السنة والجماعة، هذا لا، هذه المذاهب هي التي كانت موجودة، المذاهب التي فيها التأويل غير الشرعي وفيها التفويض وفيها كذا، حتى لو لم يكونوا إلحاديين ولم يكونوا من أصحاب وحدة الوجود أو القول بالاتحاد والحلول، وكان عندهم هذا النوع من الضلال في الانحراف عن الاعتقاد بالقول بالتحريف الذي سموه تأويلا وغير ذلك، أيضا ذلت الأمة. إذن التاريخ ماثل أمامنا إلى يومنا، وكلما اقترب الناس من الدين ظهروا وارتفعوا وانتصروا، وكلما ابتعدوا عن دين الله ضعفوا وذلوا وسفلوا. إذن ليظهر وكفى بالله شهيدا، هذه شهادة إيش؟ ولذلك كان من المناقشات مع النصارى أنهم عندما يقولون يعني كيف يكون رسول الله وكيف يكون نبيا من الأنبياء وليس مثلا من بني إسرائيل ومن كذا، ويعاندون صراحة صدق النبي عليه الصلاة والسلام. والآن يقول لك كيف نعرف صدقه؟ نقول لهم أيجوز، وخاصة أنهم يعني أهل كتاب وعندهم رسالة، أيجوز أن يكون رجلا لم يبعثه الله عز وجل فينصره وينصر أتباعه على أهل الكتب السابقة، وكلما كان أتباعه أتبع له انتصروا، وإذا ابتعدوا عن نصرة دينه وابتعدوا عن التدين بما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني خذلوا، كيف يمكن أن يكون هذا لولا أنه رسول من رسول الله؟ هذه من الأمور الشهادات السريعة. القرآن الكريم جمع بين الدلائل النبوة العقلية والنقلية. النوع الثاني وهو الشهادة الشرعية، والشهادة الشرعية جمعها القرآن، والقرآن دليل إلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة لن يزول، وكذلك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الأحكام الشرعية التي دلت على حكمة الشارع وصدقه والصدق في الأخبار السابقة المصدقة للأخبار الموجودة عند من سبق، وأخبار يراها الإنسان شيئا بعد شيء فيما يأتي، وإتقان وإحكام الأحكام الشرعية التي لا يستطيع العقل الصريح أن يخالف عنها. هذا يجمعه في مدة قصيرة، مدة التشريع ليس مدة الدعوة، وإنما مدة فرض الشرائع، شرائع مفصلة، المواريث، أحكام الجهاد، الزكوات، أحكام ما يتعلق بالحكم القضاء. وكنا ونحن نقرأ في سنن أبي داود مررنا بحديث، حديث اللعان، وقلنا نريد أن ننظر في هذا الحديث فقط كم فيه من دلائل النبوة. بعض الناس يمر به يقول ما في دلائل، قل حتى هذا الحديث كم دليل من دلائل النبوة مررنا به؟ تذكرون كم؟ الحمد لله، يعني عدد كبير جدا، وأنا أظن أكثر من أكثر من 15 دليلا أو يعني علامة من علامات ودلائل النبوة. طيب، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أنت إذا شهدت تشهد على شيء رأيته، فإن لم يكن من المرئي يعني من الأمور المعنوية فتكون قد استيقنته كما لو أنك رأيته، هذه الشهادة المطلوبة. فليس كل من قال أشهد شهد، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، إذن يشهدون، هل شهادته مقبولة؟ قالوا نشهد إنك لا رسول الله والله يعلم إنك لا رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون.
إذن نحتاج إلى شهادة تختلف عن شهادة المنافقين. شهادة شهادة نحتاج شهادة يتوافق معها أو يتوافق بها وفيها النطق باللسان واعتقاد الجنان والعمل بالأركان والجوارح حتى نخالف. هذه شهادة وهذه شهادة، لكن هناك شهادة مقبولة يصدقها الله، وشهادة مرفوضة يكذبها الله. الله عز وجل قال والله يشهد إن المنافقين إيش لكاذبون. طيب، اللا إله إلا الله، الإله في لغة العرب المعبود. اللا إله إلا الله يعني أشهد أن لا معبود إلا الله، ولكن لا بد من تقدير، لأن لا معبود إلا الله يعني هناك معبودات، أليس كذلك؟ إذن فلا بد من التقدير يبين ما المقصود، والتقدير كما تعلمون هو اللا معبودة بحق. إذن معبودات كثيرة، ولكن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، فالله هو الحق وغيره باطل، كلها معبودات. فهم اتخذوا آلهة، والله عز وجل سمى ما اتخذوهم سماهم آلهة من دون الله، فتسميتهم آلهة لا تخرجهم عن كونهم باطل، عن كون الآلهة باطلة. وجعلوا الإله الحق منفردا لا يعني أن البقية خارج عن مسمى الآلهة، لكن هناك إله حق وإله باطل. وهذا يعني أننا إذا قلنا لا إله إلا الله يعني المعبود بحق، والمعنى أن كل عبودية قلبية أو قولية أو من أعمال الجوارح، كل عبودية من هذه العبوديات لا يستحقها إلا الله، وتجب لله عز وجل ولو بقدر قليل. يعني لا يجوز واحد يقول لا أعبده ولا أعبد غيره، ولا يقول أعبده وأعبد غيره. فمن قال أعبده وأعبد غيره فهو مشرك، ومن قال لا أعبده ولا أعبد غيره نقض شهادته، لأنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. إذن له حق في العبادة؟ نعم. عبدته؟ لا. إذن وضح الأمر، هذا مقتضى لا إله إلا الله. وهذه الشهادة لا بد من أن يكون الإنسان فيها صادقا حتى يخالف المنافقين، وأن يكون بها عالما حتى يعمل بها على الوجه الذي يجب. لأنه إذا كان لا يعلم، عدنا إلى ما تكلمنا عليه قبل قليل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وأن يكون محبا لها. فالمعرض عنها الذي لا يقبلها فيه شبه من اليهود، وأول كفر حصل في الخليقة كفر إبليس الذي أبى، ولا لا؟ إلى آخر ما ذكره العلماء من الشروط. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يعني منفردا، فهذا تأكيد، لأن كلمة لا إله إلا الله دالة على إفراده باستحقاق الألوهية، ووحده تأكيد. لا شريك له أيضا تأكيد، وكل هذا مطلوب ولا لا؟ التلبية الشرعية أو التلبية الشركية، إيش كانت التلبية الشركية؟ لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، هذه التلبية إيش؟ شركية. التلبية الشرعية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فقضت بأنه لا شريك وأكدت على أنه لا شريك. هذا الأصل كم أهميته؟ أصل أنه لا يعبد إلا الله، أصل الدين، هذا الذي ليس فوقه أصل. يعني لو واحد سأل قال أعطني الأصول يعني بشكل هرمي، ستجد الزاوية العليا من الهرم لا معبود بحق إلا الله، واضح؟ أي لا نعبد إلا الله. يعني إذا دعوت الله ودعوت غيره، أنت قلتها ولا ما قلتها هذا سواء، أما إذا دعوت الله وحده فهذه مقبولة. إذا نذرت
بعض الناس ينذر لله وينذر لغيره. إذا استغثت تستغيث بالله، إذا ذبحت على وجه التعبد ذبحت لله، واضح؟ إذن هذا هو لا إله إلا الله، أنك لا تعبد إلا الله وحده لا شريك له. قال إقرارا به وتوحيدا. طيب نحن نريد أن نقف عند هذه، سنحتاج إليها فيما بعد حتى لا نشرحها. إذا حفظتها الآن الحمد لله، ما حفظتها لا تطالبني بشرحها. المشركون يوحدون الله في ربوبيته ولا لا؟ في ناس يفصل، تفضل. أحسنت، يقرون ولا يوحدون. مع كيف كتب مليئة بأنه المشركون في توحيد ربوبية، من يقول موحدون في الربوبية يرفع يده؟ وين اللي قبل شوي قالوا ربوبية؟ طيب الذي يقول إنهم مقرون بالربوبية يرفع يده، جميل. لا هذا يرضي. كما قبل قليل يعني لا تتعسف في الجواب، انتظر تمهل. هناك فرق بين التوحيد وبين الإقرار. المشركون من الذي كان يقول إذا طار الطير عن اليمين وإذا طار الطير عن الشمال؟ المشركون. من الذي كان يتعلق التمائم؟ المشركون. من الذي إلى آخره؟ هؤلاء المشركون. وكان بعضهم يذبح للأصنام ولا لا؟ ويظنون أن ذلك ما ذبحوا ذبيحة تسمى ذبيحة الجن. كان أحدهم إذا بنى بيتا ذبح عليه ذبيحة وسماها ذبيحة الجن، حتى لا يتصرف الجن ويؤذيه. من الذي كان إذا دخل واديا من الوديان يستغيث بالجن؟ ها؟ طيب كيف يعني هذا؟ فلو كانوا موحدين توحيد الربوبية لعلموا أنه لا يملك النفع والضر إلا الله، واضح؟ لكنهم كانوا مقرين. إيش يعني مقرين؟ طيب حتى نفهم مقرين، هل كان المشركون يقرون بأنه لا يعبد إلا الله؟ لا. هذا الإقرار، حتى الإقرار ما حصل منهم. يعني نحن نقول هناك مرحلتان، مرحلة أقر بهذا ثم أعمل به، قل لا إله إلا الله، هذا إقرار صحيح، ولكنه لا يكون إقرارا حتى تفهمها. أنت أقررت لا إله إلا الله يعني قلت لا. الإقرار هو نوع من التصديق والقبول. يأتي النوع الثاني وهو إيش؟ يعني قلنا أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فإذا حصل الهدى وقال نعم أقر، بقي إيش؟ العمل، واضح؟ طيب إذن المشركون قالوا نقر بأن الله هو الخالق والرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ولذلك هم عندهم في قرارة أنفسهم أنه لا يملك النفع والضر إلا الله، لكن لا يعملون بمقتضى ذلك. والدليل على ذلك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذا احتاجوا الحاجة، إذا اضطروا إلى الله عملوا بمقتضى ما عرفوا، ولكن عندما يجدون في لأنفسهم سعة وغير مضطرين أشركوا، واضح؟ إذن هذا الإقرار، ويأتي يعني تأثير هذا الإقرار أو ثمرة هذا الإقرار فقط عند الضرورة عندما يحتاجون، أما إذا لم يضطروا ولم يحتاجوا أشركوا، صحيح؟ إذا لما نقول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، إذن هذان أمران ولا أمر واحد؟ أمران. طيب حتى لا نشرح الشيء قبل أواني هذا، فقط نحن نشرح فقط كلمة لا إله إلا الله. وأشهد، كلمة أشهد انتهينا منها، يعني كلمة أشهد هذه لابد من أن نكون نعرف أنه ليس كل من قال أشهد فقد شهد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهنا جمع بين العبودية والرسالة. هنالك من ادعى أن عيسى إله، صحيح؟
هل هذا ينجو عند الله لأنه أثبت الرسالة وزاد عليها العبادة؟ ينجو عند الله هذا؟ لا ينجو. واحد آخر يهود قالوا لا وليس رسولا، لا إله ولا رسول، هل نجا هذا عند الله؟ لذلك جاء في الحديث من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم إلى آخره. فإذا كان الأمر كذلك فنحن نقول عبده من أجل أن نخرجه عن معنى الألوهية، ورسوله من أجل أن لا نكذب رسالته، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. طيب رسوله، رسوله الرسول، ما هو الرسول؟ الرسول نبي وزيادة، صحيح؟ طيب حتى نعرف الفرق بينهما، بين النبي والرسول، النبي من نبئ وأنبأ بما نبئ به، وهذا يفعله الرسول أيضا، صحيح؟ فإذا نحتاج إلى أن، وكل منهما مرسل، يعني كل من النبي والرسول مرسل، وكل منهما نبئ وينبئ، واضح هذا؟ إذا ما الفرق بينهما؟ الذي انتشر بين كثير من إخواننا أن الرسول أو أن النبي هو الذي يعمل بشريعة سبق أن جاء بها رسول قبله، فيأتي الرسول ويكون له أمة، في هذه الأمة أنبياء، وهؤلاء يأتون يعني يدعون إلى ما كان عليه ذلك النبي، لا ينسخون شريعته، وهم في تلك الأمة يدعون إلى ما جاء به، وإذا اختلف الناس ينزل عليهم ما يفصل بينهم من الخلاف. وأما الرسول فهو الذي يأتي بشريعة مستقلة وناسخة لما قبله. هذا الفهم خطأ، هذا الفهم غير صحيح، واضح؟ طيب نقول هذا الغالب على الناس. الفهم الصحيح أن النبي والرسول يشتركان في النبوة، هذا المعنى، ويشتركان في أن كل منهما يعني ينبئ بما نبئ به ويدعو إلى الله وكذا، ولكن الرسول يبعث إلى المخالفين بالإضافة إلى الأمة السابقة، لأنه لابد من بقايا من أتباع الأنبياء، ورسالته ستكون مصدقة ولا مكذبة للأنبياء قبله؟ مصدقة. فكونه مصدقة لا تعني أنه تابع لمن سبق، ولكنه تابع للديانة التي نزلت، والديانة لا تختلف. يعني نبينا عليه الصلاة والسلام اتبع الديانة التي كان عليه إبراهيم ولا لا؟ اتبع الديانة التي كان عليه عيسى ولا لا؟ جماعة كيف اتبع عيسى؟ ايش رأيكم؟ هي ديانة واحدة، دعا إليها محمد، دعا إليها عيسى، دعا إليها أي واحد من الأنبياء، فهي ديانة واحدة، فالاتباع ليس لذلك النبي بعينه، ولكنها للديانة التي جاء بها النبي. ولذلك قال فبهداهم، يعني هم قدوة لهم، ولا الهدى الذي جاءوا به عن الله؟ وإلا نبينا قدوة لهم، هو صلى فيهم، ولو أنهم أرسلوا بعده لوجب عليهم اتباعه، صحيح ولا لا؟ حتى إبراهيم يا جماعة، حتى إبراهيم وموسى، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كلهم صحيح، ولكن قال الله تعالى وإيش الآية اللي فيها الميثاق؟ نعم، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنن به ولا تنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. طبعا وما كان للأنبياء والرسل إلا أن يقروا بما أمر الله بالإقرار به، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. من الذي معهم؟ وأنا معكم من الشاهدين. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هيك الآية ولا لا؟ إيش؟
فمن تولى بعد ذلك منكم فأولئك هم الفاسقون. نعم. فمن تولى بعد ذلك منكم فأولئك هم الفاسقون. إيش قلت أنا؟ بدون منكم. طيب خلينا نقرأ الآية من بدايتها حتى لا. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب، النبيين تدخل فيها كل الأنبياء نبي أو رسول، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إذن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الرسل هم أنبياء لكنهم أرسلوا إلى قوم معاندين جبارين مخالفين، مثل رسالة موسى وهارون إلى من؟ إلى فرعون. واضح؟ لكن النبي، الأنبياء الذين كانوا يبعثون في قوم موسى وهم في التيه، هؤلاء رسل ولا أنبياء؟ أنبياء. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نقرأ الرقم واحد هذا الرقم اثنين. ماشي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب النبوات: فالنبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله يبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول، وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقوله من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كله. إذن فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله وليبلغه رسالة الله إليه فهذا هو الرسول. ولذلك استغرب كثير من الناس لما رأى ابن أبي العز الحنفي اختار أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي أمر بالتبليغ وأن الرسول لم يؤمر بالتبليغ، وانتقد على ذلك. والجواب عن ذلك أنه لم يفصل هذه الجزئية، أمر بالتبليغ لمن؟ المخالفين. يعني إذا أردت أن تختصر القضية، إذا أمر بتبليغ الموافقين فهو، وإذا أمر بتبليغ المخالفين انتهينا. هذا هو الذي نريد. طيب، قال صلى، وضح الفرق بين النبي والرسول. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، الراجح أنه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. إيش يعني ثناؤه عليه؟ يمدحه، يذكره بالخير، يسمع الملائكة الذين هم أفضل الملائكة ثناء الله عز وجل عليه في كل حين. تصورتم الموقف؟ في كل حين الله عز وجل يصلي على نبيه. لماذا؟ لأنك في كل حين تصلي عليه. كم واحد صلى عليه في هذه اللحظة؟ في مجلسنا الجميع صلى عليه. وتصور أنه في هذه اللحظة، قد لا أبعد إذا قلت على الأقل مليون واحد صلى عليه في لحظة واحدة صلى الله عليه وآله وسلم. وأكثر ما يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في أي مجالس؟ مجالس العلم، مجالس الحديث، لأنه يذكر فيها، ويذكر فيها ويصلى عليه عليه الصلاة والسلام بدون قصد التوافق والتوحيد الصوت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. يعني يصلي عليه ابتداء، يصلي عليه بمحض القصد، بقصد الصلاة عليه، لا بدافع توحيد الصوت وجمع الصوت، لا. وهذا لا يحصل إلا من أهل الحديث. واضح؟ أما من يصلي عليه يقول أنا أصلي عليه 100,000 مرة وأصلي عليه كذا، هذا لا يحصل منه صلاة. نحن نريد الصلاة الشرعية، صلى الله عليه، هذا هو صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وآله. إما أن يقصد بالآل يعني أهل بيته من نسائه
ومن كان من ذريته وأقربائه، فيدخل في ذلك علي بن أبي طالب والحسن والحسين وفاطمة، ويدخل في ذلك نساؤه وهكذا. وإما أن يكون المقصود أوسع من ذلك فيدخل في ذلك بنو عبد المطلب وبنو هاشم، وإما أن يكون المقصود وهذا قريب وقوي الأتباع. فإذا كان الأتباع دخلنا في ذلك إن شاء الله. وأولى من يدخل في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا أكثر له اتباعا، فأهل السنة في أمة الإسلام كالمسلمين في أتباع إبراهيم، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. فلا يقول يهودي ولا نصراني أنا أتبع، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. ولا يقول رجل من أمة الإسلام أنا على مذهب كذا وكذا وطائفة كذا وكذا فأنا للنبي صلى الله عليه وسلم أتبع، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام فهمنا وعلمنا كيف نكون له أتبع، وهذا الذي يعني بين أيدينا سنقرأه إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وآله وسلم تسليما وسلم. إذن الصلاة عليه الدعاء ليثني الله عز وجل عليه، والتسليم الدعاء له بالسلامة. فهذا يجمع المديح وذكر الكمال، ويجمع التنزيه وذكر السلامة من كل نقص وعيب وضر عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا تدبر هذا في أثناء الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام حصل له في قلبه من الود للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم مما لو ذكرها هكذا من غير قصد وغير فهم لمعناها. وسلم تسليما مزيدا، يعني تسليما بعد تسليم وهكذا، لا يقف عند حد. إذا لاحظتم أخواننا أئمة أهل السنة والجماعة كيف صلاتهم وسلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لو صلى مرة واحدة كم يكون لها من الأثر. تفضل حتى تنبهني كم مضى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، اعتقاد. الاعتقاد كما ذكرنا اصطلاح، و يجوز أن تقول هو اعتقاد أهل السنة، أو أنك تقول تفاصيل الاعتقاد أصول الاعتقاد كما قال اللالكائي، وتقول أصول الإيمان أصول السنة كما قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك، وتقول أصول الدين، وتقول الفقه الأكبر إلى آخره، ما يدل على المقصود لا إشكال. أما تسميته بعلم الكلام فهنالك إشكالات، ولا يسميه بذلك إلا من ضل الطريق. تسمية الاعتقاد بعلم الكلام لا يسميه إلا من ضل الطريق، وهذا تجدونه في كتب أصول الفقه، يسمون هذا العلم بعلم الكلام، هذا غير صحيح. بل إن الذين كتبوا هذا العلم ورسخوه وبينوه كالإمام الشافعي نبذوا علم الكلام، فقال الشافعي رحمه الله تعالى: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بالقبائل ويقال هذا جزاء من أقبل على الكلام وترك الكتاب والسنة. الاعتقاد هذا، والاعتقاد أصله من العقد، وهو شد العقدة في الحبل، ثم أطلق في كل عقد، يعني مثل عقود البيع والشراء وكذا، إذا انعقد وتم. وكذلك من عقد عليه القلب من أصول الإيمان، فهذا كله اعتقاد. اعتقاد الفرقة الناجية، يعني ما هي العقيدة التي اعتقدها الفرقة الناجية؟ ما هي أصول الدين عندهم؟ الفرقة الناجية، إذن هناك من ليس بناج، ونحن نتكلم فقط عن اعتقاد الفرقة الناجية، واضح؟ في إشارة إلى أي شيء؟ إلى بقية الفرق. لا نريد أن نفصل هذا الأمر الآن لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى، لكن نذكر ما يشير إلى هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده لتفترقن هذه الأمة على 73 فرقة، فاثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. من هي هذه الواحدة؟
إما أن يكونوا المخالفين للنبي عليه الصلاة والسلام والرادين للكتاب والسنة، المقدمين لأهوائهم على الكتاب والسنة، الذين يشكون فيما في الكتاب والسنة واثقون بعقولهم، وإما أن يكونوا الذين هم أتبع للنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والذين يثقون بما في الكتاب والسنة ويتهمون الرأي هكذا من غير نصوص. لو جئت بأي إنسان عاقل وقلت له الطائفة الناجية هل هم الأتبع للنبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه، والذين يتهمون الرأي ويعني يوافقون ما جاء في الكتاب والسنة ويقولون به، أم هم الذين يخالفون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة ويتهمون الكتاب والسنة ويتهمون النصوص ويثقون بالرأي؟ يعني الفطرة السليمة والعقل الصريح لا يقول بخلاف ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، واضح؟ لكن نعم الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص شيء على خير، فسألوا قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، أو قال هم الجماعة يعني جماعة، فإذا كانوا الجماعة فمن تبع الجماعة وكان على دربهم وصل إلى ما وصلوا إليه. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة أيضا منصورة، بعض الناس يقول الفرقة الناجية شيء والفرقة المنصورة شيء آخر. الفرقة الناجية هم الذين يعتقدوا العقيدة الصحيحة، والفرقة الناجية هم الذين يجاهدون على هذا الاعتقاد، فإذا لم تجاهد فأنت لست إيش من الفرقة الناجية، هذا كلام باطل ولا يقوله أهل الهدى، هذا من كلام أهل البدع. الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة، والفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة. طيب الطائفة المنصورة يعني هذا فيه إشارة إلى الجهاد النصرة، وفي شيء اسمه خذلان هذا يكون في الجهاد، نعم صحيح، ولكن أعظم الجهاد ما هو؟ وجاهدهم به جهادا كبيرا، هذا بالسلاح ولا بالقرآن؟ الجهاد أنواع، و ذروة سنام الجهاد، الجهاد ذروة سنام الإسلام. طيب كيف يكون ذروة سنام الإسلام هناك ما هو أفضل من القتال؟ ها؟ كيف يتوافق الشرع بهذا الكلام؟ الجهاد ذروة سنام الإسلام، والقتال ليس ذروة، ليس أفضل عمل في الإسلام. تفضل. لأن الجهاد أنواع. لأن الجهاد ليس فقط القتال بالسلاح. طيب هل القتال بالسلاح مقصود لذاته؟ أبدا. هل الثبات على لا إله إلا الله مقصودة لذاتها؟ فلو ثبت الإنسان حتى قتل جاهد ولا لا؟ أيهما أعظم، أن يقاتل المشركين أم أن يثبت على دينه حتى يقتل على لا إله إلا الله؟ هذا هو. طيب الذين يناظرون عن الإسلام وينافحون عنه ويدعون إليه بالحجة والبرهان، هؤلاء مجاهدون ولا لا؟ مجاهدون. إذن الجهاد يكون باللسان ويكون بالسنان، وجهاد اللسان أعظم من جهاد السنان، ولا يكون جهاد السنان، انتبه إلى هذه القضية، ولا يكون جهاد السنان مقصودا حتى يكون جهاد اللسان على مقدمته. تذهب تجاهد المشركين من غير أن تدعوهم إلى الله يصلح ولا لابد من تكون؟ إذا من لم تصلهم الدعوة إلى الله هل يجوز قتالهم؟ بعض الناس ما جاوب. من لم تصلهم، يمكن الصوت الأعلى يفهمه، من لم تصلهم دعوة لا إله إلا الله هل يجوز قتالهم؟ خلاص. إذن وصول الدعوة أول الحربة من فوق، وبقية الحربة في الطريق، الجهاد يأتي في الطريق، هذا القتال يأتي في الطريق. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالجهاد في مكة ولا لا؟ واحد قال لا، واحد قال نعم، وكل منهم أصاب. اللي قال لا يعني إيش؟ السلاح. والذي قال نعم يعني أصل الجهاد. واضح الأمر؟ طيب الجهاد هناك جهاد نفس، وجهاد مجتمع مسلم، وجهاد كفار. جهاد النفس يبتدئ بالعلم، بالإيمان ومسائل الإيمان والاعتقاد وغير ذلك، والعلم بالدين.
وجهاد النفس في ما يتعلق بالصبر على الطاعة، وجهاد النفس في مخالفة النفس في ماذا؟ في الشهوات والرغبات والشبهات وغير ذلك. وهناك جهاد المجتمع المسلم يكون بالأمر معروف والنهي عن المنكر والنصح وغير ذلك. وهناك جهاد المجتمعات الكافرة تكون في ماذا؟ في دعوتها إلى الله، وفي وتنتهي بالقتال. ولا القتال أول شيء نبدأ به. أعظم أنواع الجهاد قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين طيب آمنوا. إيش قلنا إحنا قبل قليل؟ هو الذي أرسل رسوله بماذا؟ يعني يمكن يكون إيمان بدون علم؟ واحد جاهل جدا دخل الإسلام وقال خلاص أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نقول له بماذا تؤمن؟ يقول أنا أؤمن. إيش كان دينه؟ يمكن كان هندوسي ولا كان كذا. يقول ما عندي شيء أؤمن به، بس خلاص أنا مؤمن. هذا طيب. قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فيه إشارة أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي روايات منصورة وفي روايات يقاتلون عليه، وكل هذه الروايات تتوافق، لأن هذه الطائفة بالذات إذا وجب القتال الشرعي كانت في مقدمة المقاتلين. وشيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة في العقيدة الوسطية يقول لما احتدم الكلام وكذا قال: قلت ما احتجت إلى قوله، فقلت: من كان للإسلام يوم أن كذا وكذا، ومن قاتل يوم كذا وكذا؟ إذن عندما احتاج أهل السنة والجماعة للقتال في الوقت الذي يكون فيه القتال الشرعي ستجدهم في مقدمة الصفوف، لكن القتال الشرعي صحيح. فإذا كان الناس لا يوجد لهم قتال شرعي فهم متربصون ينتظرون ويشتغلون، أما القعود فهذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. القعود يعني قعود عن كل شيء، يقول لك إما نجاهد وإما نقعد. هذا الذي يقول لك يعني نستمر يا أخي نقرأ وندرس وكذا، إذا إلى متى نعمل؟ ما الذي سيفعله هذا؟ إما أن يرتكب حماقة فلا يجاهد طبعا لأنه ما في جهاد شرعي، وإما أنه يقعد لأنه عند خيار الدراسة والعلم والدعوة للتوحيد وكذا، هذا غير مطروح عنده. أقول لك إذا نظل قاعدين هكذا يعني يسمي هذا قعودا، إذن لم يعمل به. إذن هؤلاء هم القاعدون الذين لا يدركون أهمية هذه العقيدة. نحن الآن منذ كم نتكلم عن الكتاب الجهاد في سنن أبي داود؟ نعم، واحد يتكلم في كل مجلس في فقهيات في الجهاد وتفاصيل وكذا ومسائل فيها خلاف ومسائل آخره، ويأتيك واحد يعني يتعلم الصلاة في يوم وينطلق ثم تسلم قيادة هناك ويبدأ يجاهد، ماذا ستفعل؟ من يقتل ومن الذي لا يقتل؟ من الذي يعاهد ومن الذي لا يعاهد؟ من الذي يغنم والذي لا يغنم؟ كيف توزع الغنائم؟ كيف كيف الآخر؟ كل هذا إيش لا يعرفه ويظن أن القضية سهلة. لا، لابد من الإعداد، والإعداد العلمي قبل الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم واجب، هذا نعم، والتقصير تقصير، ولكن إذا كان الجهاد غير شرعي والراية غير ظاهرة غير واضحة فهذا ليس من الطائفة المنصورة. حتى لو قال، حتى قيل لبعضهم أجاهد مع 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 طائفتي كذا من المبتدعة، فقال إنهم لا ينصرون. هذا من كلام السلف. قال: اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. طبعا ناجية ومنصورة إلى قيام الساعة، لكنها ناجية في الدنيا من البدع من الأهواء من المخالفة عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، المخالفة في موضع الشركيات وكذا، فهي تنجو. والذي لا ينجو من هذا هو المعرض، لأن الدين واضح. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة. إذن هذا غير ناجي في الدنيا، وناجية في الآخرة من غضب الجبار ومن النار إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة، يعني هذه الطائفة هي أهل السنة والجماعة. أهل السنة، طيب حتى يتوضح الأمر، لأن أحيانا تطرح القضية بدون وضوح. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذا كانت الحبال كثيرة يمكن أن نجتمع، كل واحد يعتصم بحبل، نجتمع ولا لا؟ لا نجتمع.
إذا كانت الأهداف كثيرة والرومات كثر، كل واحد يرمي على هدف، كلهم يصيبون هدفا واحدا ولا أهدافا مفترقة متفرقة، كل واحد إلى وجه. لكن لما يكون الحبل واحدا يجتمعون ولا لا؟ هذا هو أهل السنة والجماعة، عندهم حبل واحد يعتصموا بالكتاب والسنة، فهم مجتمعون على الكتاب والسنة ومجتمعون فيما بينهم متآلفون، لأن الأهداف الهدف لما يكون واحدا يتآلف الناس حتى لو اختلفوا في بعض المسائل. طيب أنت لماذا تخالفني؟ أخالفك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، يعني حرصا على اتباع السنة. نعم، طيب خلاص أعذرك وأحبك، صحيح؟ لكن أنا أخالفك لأنني معرض عن ما في الكتاب والسنة، لأنني لا أثق بالكتاب والسنة. الصحابة قالوا اتهموا الرأي، صحيح؟ فلقد رأيتنا ولو استطعنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لرددنا. ما بيستطيعنا ثقة بالنبي عليه الصلاة والسلام مهما كان، لكن الأهواء والرأي يريد. أهل السنة والجماعة يتهمون الرأي ويثقون بالكتاب والسنة يعملون به. أهل البدع يتهمون الكتاب والسنة ويثقون بالرأي. هذه من المزيات المهمة، واضح بماذا تثق وبماذا لا تثق. فإذا لم يثقوا بالكتاب والسنة الحبل صار غير ليس واحدا. لذلك ذكر الإمام أحمد، لا أحفظ الآن كلمة لكنها كانت مقدمة، ربما مقدمة الرد على الزنادق والجميع، والحمد لله الذي، المهم في أثناء الكلام ذكر عن أهل الأهواء والمخالفين، قال فهم مخالفون الكتاب، مختلفون الكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، أو كلمة نحو هذه. فتجدهم يفسقون، يفسق بعضهم بعضا، يضلل بعضهم بعضا، يكفر بعضهم بعضا، لأن الحبال كثيرة، كل واحد على دين. لكن أهل السنة والجماعة جماعة واحدة، ولذلك في غالب الزمان يكونون، في غالب الأزمان عند انتشار العلم وظهوره يكونون هم السواد الأعظم، ولذلك الناجون هم الأصل. والإنسان دخل الإسلام بدون شيء نقول نجا، فإذا تفرع وتفرق مع الفرق وأخذ بأقوالهم هلك، وليس العكس. يعني ما نقول لا هو دخل الإسلام لا ما ينجو حتى يتعلم، لا، نقول لا، تعال الآن مجرد أن دخل الإسلام الحمد لله، فإذا لم يتلوث بتلويث هؤلاء يدخل في طبقة من طبقاته، شريحة من شرائح أهل السنة والجماعة، في أدناهم في من فوق، وهكذا. أهل السنة لأنهم متبعون لها موافقون ومعتصمون، والجماعة لأنهم مجتمعون على ذلك، مجتمعون اجتماع كلمة اعتقاد وفهم وبيان، ومجتمعون أيضا اجتماع أفئدة وأرواح، لكن ليس اجتماع أبدان. فلذلك لو قال واحد لا، واحد في الغرب واحد في الشرق، كيف هؤلاء جماعة؟ نقول جماعة، الجماعة من كان على الحق ولو كنت وحدك. قال اعتقاد الفرقة الإيمان بالله. الإيمان، الإيمان كما تعلمون قول وعمل، سيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى، لكن في الجملة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وقول القلب هو اعتقاده وتصديقه، وعمل القلب هو الانقياد، إخلاص، محبة، خوف، رجاء، ما إلى ذلك. الإيمان بالله، والكلام هنا عن الجهة الإقرارية التصديقية القولية، يعني الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهكذا. هذا الإيمان الإقراري لا يكون إيمانا حقيقيا، يعني لا يصح من صاحبه، لا يصح من صاحبه حتى يجتمع إليه الجهة الانقيادية، يعني إيمان التصديق لا يصح من العبد من دون أن يكون هناك الجهة الانقيادية. فلو أن إنسانا قال هذه الكلمة غير مخلص، مثل المنافقين يقولونها، وربما يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله، لكنهم لا ينقادون له، فهم غير مخلصين في قولهم ذلك، غير محبين،
أن هذا هو رسول الله وأنه ينبغي عليهم أن ينقادوا إليه وهكذا. فلا بد من هاتين الناحيتين. ما تقول كيف يمكن الإيمان بالملائكة يعني بهذا وبهذا؟ لأن كل واحد من هذه له، يعني الإيمان بالله الإقرار بهذا تصديقا واعتقادا وكذا، وعبادة له سبحانه وتعالى، والإيمان قال بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة. الآن مثال من الأمثلة، أليس عن اليمين وعن الشمال قعيد عندك؟ الإيمان بهذا إذا واحد ارتكب حماقة وخالف واستحيا من الملائكة الذين عن اليمين وعن الشمال، عمل بماذا؟ بمقتضى هذا الإيمان، صحيح؟ طيب، لكن قلنا الأصل في هذا هو الناحية الإقرارية، الإيمان بالله، الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته كما يذكر أهل العلم في ذلك، وتأتي التفاصيل. لكن في الجملة الإيمان بربوبيته، الإيمان بأنه سبحانه وتعالى منفرد بالإيجاد والإمداد، فرد بالخلق والملك والتدبير بالتفصيل، من خلق الإحياء والإماتة والضر والنفع والرزق، هذه ما يتعلق بأفعاله المتعدية إلى الخلق. الخلق يعني أنه يوجدهم، فلولاه ما وجدوا، وهذا بخلاف ما ينسب إلى الخلق من أنهم يخلقون، فهم سواء كان فعلوا أو لم يفعلوا الله عز وجل قادر على الخلق، ولكنهم غير قادرين حتى يجعلهم قادرين، وهم لا يوجدون من العدم، وإنما يوجدون شيئا يحولونه من صورة إلى أخرى. لكن الخلق كلمة يفهم منها أكثر من معنى، يعني يفهم منها معنى الإيجاد، يفهم منها معنى التقدير والتدبير أيضا. لذلك فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني إيش؟ المدبرين أو المقدرين، يعني الخلق يأتي بمعنى التقدير. وبالتالي فلو قيل الرب هو الخالق بهذا الاعتبار فهذا صحيح، لأنه يوجد الإنسان ويوجد مدده من رزقه وعونه إلى آخره، ويقدر أمره. وإذا فصل يقول الخلق والملك والتدبير، فمنفرد بذلك، منفرد بذلك على وجه الكمال والاستقلال، الانفراد يعني، وغيره إن حصل منه شيء من ذلك فهو كما ذكرنا باعتبار معين، يعني خلق باعتبار معين، ملك باعتبار معين، الله يملك العبد، الله يعني يرزق العبد شيء من التدبير، تدبيره قاصر عليه وربما يخطئ فيه، وملكه قاصر وهو محكوم عليه قدرا بأن الله عز وجل يفني ما عنده من وكونا وشرعا، لأنه يتصرف تصرفات شرعية وهكذا. يعني لا نريد أن نطيل في هذا الجانب، وأيضا إيمان بالله بأسمائه وصفاته، وهذا موضوع يعني موضوع طويل في كتابنا، هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. الإيمان بالملائكة والرسل والبعث إلى آخره من الإيمان بالله وبعده. هناك إيمان واجب على كل مسلم، قدر معين واجب على كل مسلم، وقدر يختلف فيه ما يجب على كل مسلم. القدر الواجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك كله على وجه الإجمال والعموم. فكل مسلم لا يؤمن بوجود الملائكة، يعني بأن هناك ملائكة، كافر، ما هو مسلم. كل من يقول أنا مسلم ويقول لا يوجد رسل فكافر. كل ما يقول أنا مسلم ولكن لا يوجد بعث ولا نشور ولا يوم قيامة هذا كافر، وهكذا. هذه أمور الإيمان، هي أصول الدين التي من أنكر شيئا منها فهو فدعواه كذب أنه مسلم، فله لا هو مؤمن ولا هو مسلم. كيف يمكن أن يكون الإجمال والتفصيل؟ إجمال يعني نؤمن بوجود الملائكة، لا ينكر وجود الملائكة، ويعرف ما يعني اضطر الناس إلى معرفته. التفصيل، واحد قال لك الآن تعرف عزرائيل؟ من يعرف عزرائيل؟ أتؤمنون به؟ واحد قال لا أؤمن. طيب تعرف إسرافيل؟ تؤمنون به؟ هناك من العوام من علمه، مقدار علمه في إسرافيل وعزرائيل متساوي، بل
يثق بوجود عزرائيل أكثر ما يجد ما أكثر ما يعرف إسرافيل، صحيح ولا لا؟ بحسب علمه. فلو قيل له أنت إذا تكذب بعزرائيل قل لك أعوذ بالله أخشى أن أكفر، مع أنه ما في شيء اسمه عزرائيل، وإن كان بعض أهل العلم ذكر سمى ملك الموت بعزرائيل، لكن الشاهد من كلام أنه يعني يخاف من إنكار عزرائيل أكثر ما يخاف من إنكار إسرافيل. السبب أنه لم يبلغه العلم المفصل في إسرافيل. والملائكة الآن الكتب لو قال واحد مثلا من الناس أنه تؤمن بكذا من الكتب المذكورة الآن، هذه الأسفار وما أدري موجودة في العهد القديم ولا الجديد، يمكن يختلط عليه الأمر. لكن لو أنك قلت له أتؤمن بأن الله تعالى مثلا وذكرت عقيدة من العقائد الموجودة في القرآن، وتجد بعض الطوائف تخالف فيه، موجود هذا ولا لا؟ عقائد القرآن، أليس هناك من الطوائف من يخالف؟ شيخ الإسلام يقول في المناظرة في العقيدة الوسطية: ما كتبت فصلا في هذا الكتاب إلا ولي فيه طائفة مخالفة، إلا وهناك طائفة من طوائف المسلمين تخالف فيه، وما كتبت جملة في هذا الكتاب إلا ولي فيه مخالف. مع أن هذا الكتاب مبني على إيش؟ على أي شيء؟ طيب هذا العام جئت وقلت له أين الله؟ قال لك في كل مكان. قلت له لا، هذا كلام غلط، الله عز وجل في السماء وفوق العرش. وبدأ يعني أليس هذا من الإيمان المفصل؟ إيمان بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وفوق العرش، صحيح ولا لا؟ الإيمان بالقرآن مفصل. يعني مقصود من كلامي بارك الله عليكم أن ما يجب على عامة الناس الإيمان المجمل، يتدرج بعد ذلك الناس شرائح فيما يجب. فكلما بلغك شيء من العلم في الكتاب القرآن والسنة وهكذا، هذا ازداد ما يجب عليك من الإيمان به. فأنت ربما تكذب بأمر تكفر به، يعني واحد منا يكذب بالعلو يكفر، واحد من طائف الضلال يكذب بالعلو يعني العلو الحسي ولا يكفر، صحيح ولا لا؟ لأنك أنت وصلت من العلم اليقيني، استيقنت أن العلو هو علو حقيقي وأن الله عز وجل فوق فعلا، وهو لم يستيقن، بل على العكس هو ينكر هذا، وهو لم يكفر، وأنت قد تكفر بهذا. الفرق إيش الفرق؟ أنه بلغ كمان التفصيل من العلم التفصيل ما لم يبلغه. فهمنا هذه القضية؟ إذن كلما ازداد الإنسان علما بالتفصيل صار الواجب عليه إيش؟ أكثر. هذا من غير تفصيل، الملائكة، وظائف، أسماء، صفات الرسل، ما ذكرناه في بيان الفرق بين النبي والرسول، أعداد معينة رسل. لكن في الجملة كل مسلم ينبغي عليه أن يؤمن بأن الله أرسل رسلا وأنهم كانوا صادقين وأنهم أدوا ما عليهم وانتهت، وأنهم يعني لا يفعلون لا يخالفون عن أمر الله. لكن تفاصيل ذلك، من رسول ثمود، من رسول عاد، من رسول هناك رسل نحن لا نعرفهم، لكن نؤمن بهم ولا لا؟ نؤمن أن الله عز وجل أرسل إلى كل أمة رسولا وأرسل فيهم أنبياء، نؤمن بأولئك كلهم، ثم ما بلغنا من ذلك وتعلمناه يعني قلنا به ولم نخالف عنه. وكذلك الرسل وكذلك الكتب نؤمن بها، وما في الكتب القديمة لا نعرفه لكن نعرف منه بعضه. لما يذكر ربنا عز وجل أنه كتب عليهم فيها أن النفس بالنفس، فعرفنا أن هناك تفاصيل، يعني نعرف بعض التفاصيل الموجودة في كتبهم لا كلها، نعرف أن في تلك الكتب الرجم ولا ما فيها رجم؟ ها؟ في رجم؟ طيب هذا نؤمن به ولا لا؟ نؤمن بأن في التوراة الرجم، ونؤمن أن في التوراة إيش؟ أن كتب عليهم فيها أن النفس بالنفس، ونؤمن أن في قال إن ذلك لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. فنؤمن نحن أن الأشياء المذكورة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أنها موجودة في تلك الكتب، نؤمن بها بالتفصيل ولا لا؟ خلاص. وهكذا الكلام عن الإيمان بالبعث بعد الموت،
كل واحد منا يؤمن بأنه هناك بعث بعد الموت وأنه يوم قيامة، لكن إيش تفاصيل بعد الموت؟ وهكذا كلما ازددت تفصيلا بالعلم عليه. والإيمان بالقدر خيره وشره، كل مسلم ينبغي عليه أن يعلم أن الله عز وجل يعلم ما سيكون، وأنه هو الذي يقدر هذه الخلائق ويخلقها بمشيئته وقدرته. في التفاصيل يقع الجهل عند كثير من المسلمين، ولذلك وقع الخلاف وقع. فلذلك لا تكفر، الأصل أن من أنكر القدر كافر، ما هو مسلم، لأن إنكار القدر يعني إنكار أن الله يعلم، صحيح؟ لكن هؤلاء لا يقولون نحن نقول الله عز وجل يجهل أو أن الله عز وجل لا يعلم، وبعضهم قد يفصل يفسر يقول هذه الكلمة لكنه يحاول أن يبطنها بما لا يخرجه عن ملة الإسلام بعينه. لكن الأصل في إنكار القدر أنه كافر ولا لا، هذا الأصل. لكن وهذه المشكلة، أنه إذا دخلنا في التفاصيل تقع، أقول لك لا أنا ما أنكر كل شيء عن القدر ولكني أنكر كذا وكذا، وإذا به إيش يعني، أقول لك أنا لا أنكر أن الله موجود وأن الله موصوف، فإذا بدأ يتكلم عن صفات الله وإذا به لا يصف الله بشيء، يصفه بماذا؟ بالعدم. ونؤمن بالقدر والإيمان بالقدر خيره وشره، وكل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما بعد. وأظن أننا يمكننا أن نقف عند هذا الحد إن كان هناك من سؤال. طبعا كما ترون يعني فصلنا في هذه الجملة الأولى تفصيلا كثيرا، لكن هذه التفاصيل أرجو أن لا نحتاج إلى أن نعود إليها في ما يأتي. تفضل. أحسن الله إليكم وغفر الله لكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: شيخنا جزاك الله خيرا، قلت نفي النقص لإتمام الكمال، كيف يوفق بينه وبين قول ابن القيم نفي الشبيه والنظير ليس في نفسه صفة كمال، ليس في نفسه صفة كمال ولا نقص؟ كلام لا أشكال فيه، لكن أستدرك على الكلمة ليس يعني نفي النقص ليس لإتمام الكمال وإنما لإثبات الكمال، يعني فقط الكلمة هذه. نعم، لأن نقص نفي العجز ليس كمالا، ونفي الجهل ليس كمالا، ونفي الضعف ليس كمالا، نفي الشريك ليس كمالا، ونفي النظير ليس كمالا. ليش؟ نحن نقول إن هذا إن هذا الذي يعني الذي ينظف يعني أقبح شيء ينظف النجاسات ليس له نظير، فالملك ليس نظيرا له ولا هو شريك له في ذلك. كمال كمال عجيب، كيف نفي النظير والشريك ليس كمالا؟ ليس كمالا. من الذي قال إن النفي المجرد كمال؟ لا يكون النفي المجرد كمالا حتى يدل على إثبات الكمال، واضح؟ وإنما ينفي من ينفي من أهل ينفي النقص والعيب عن الله عز وجل رسول الله وأهل السنة والجماعة، ينفونه لإثبات كمال الضد، لإثبات كمال الضد. فنقول الله عز وجل موصوف بالقدرة وموصوف بالعلم، فبالعلم يخلق، لأنه لما قال الله تعالى ألا وهو بكل شيء عليم، لا إله إلا الله، ألا يعلم من خلق، سبحانك ربي لا إله إلا أنت، ألا يعلم من خلق، يعني يمكن أن يخلق بدون يكون عنده علم؟ لا يمكن. طيب، إذن يحتاج من يعمل الشيء إلى أن يكون عنده علم به. طيب، هو عنده علم به لكنه ما عنده قدرة. جئنا بواحد مهندس خطط جيدا وكذا وعنده علم، ولكن ما عنده ماكينات وما عنده الآلات وما عنده عمال، يستطيع أن يبني؟ لا يستطيع، يحتاج إلى إيش؟ إلى قدرة.
إذن هو عاجز إما إذا لم يكن عنده علم وإما إذا لم يكن عنده قدرة عن أن يقوم بالبناء، صحيح؟ فإذا نفينا العجز عن الله ولم نقصد إثبات القدرة والعلم، ما الفائدة؟ صحيح ولا لا؟ يعني لما قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، إيش يقصد؟ جماعتي ما بيستطيعوا، ضعاف يعني، ليسوا من الشر في شيء، يعني من الجماعة اللي مقدرش يقوم بالشر يفعل شيء، صحيح؟ إذا نفي، مجرد نفي القدرة على نفي الشر ونفي الظلم لا يكفي. طيب قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، ليش؟ إنه كان عليما قديرا. إنه كان، إذن نفرنا العجز من أجل إثبات كمال العلم والقدرة، لأنه لا يمكنه أن يفعل إلا بعلم وقدرة، وبالتالي فهذا المقصود ما في العجز. أما نفي العجز مطلقا من غير قصد إثبات الكمال للعلم والقدرة فهذا نقص. لذلك يقول أهل العلم إن النفي المجرد هو عدم مجرد. أحيانا النفي يعني يكون ذمًا، صحيح؟ ولذلك أهل السنة والجماعة لا يكثرون من النفي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظت وبارك في علمك. الله يبارك. يقول في التمييز الذي ذكرته بين النبي والرسول أشكل علي في كون عيسى عليه السلام رسولا وكون زكريا وابنه يحيى عليهم السلام أنبياء، مع كونهم بعثوا لنفس القوم في فترة متقاربة. لا، هذا غير صحيح. أولا عيسى عليه السلام وإن كان بعث في بني إسرائيل لكن كان في ذلك الزمان جبارو ولا لا؟ الروم. والروم كان فيهم من أمر بقتل المسيح ولا لا؟ هؤلاء من قومه، ليسوا من قومه وليسوا من المؤمنين، بل هم من العتاة الجبارين، صحيح؟ وأما كون يحيى وعيسى وزكريا من الأنبياء هذا أيضا يناقش فيه، يعني هذا نحن لا نقره على ذلك، فهو غير وارد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول ذكر بعض أهل العلم أن الرزق بفتح الراء صفة لله، والرزق بكسر الراء هو المخلوق من الأرزاق، هل هذا صحيح؟ هذا غير دقيق، غير دقيق، لأن الرزق في الحقيقة يعني المفعول هو تسمية للشيء باسم المؤثر، باسم ايش؟ المؤثر. طيب عيسى عليه السلام كلمة الله ولا لا؟ الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم، يعني كلام الله مخلوق؟ ها؟ عيسى مخلوق لكنه مخلوق بماذا؟ بالكلمة، فسمي كلمة. وتقول عن السحاب الكبير والجبال هذا خلق الله، سبحان الله خلق الله، طب هذا خلق وليس خلق، صحيح؟ طيب إذن إيش اسم صفة الله عز وجل التي يخلق بها؟ احنا قلنا هذا خلق، فتحنا خلق، وهذا إيش نسميه؟ أيضا خلق، فسمي باسم الصفة التي فعل بها، وسنأتي إلى هذا إن شاء الله تعالى في العقيدة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم في كل من يتعامل مع الكلام أو ما يسمى بعلم الكلام أن يترك الكتاب والسنة كما ذكرتم؟ كلامنا كان في تسمية العقيدة علم كلام، وكلامنا في الذم هو الذم لأهل الكلام، أي الذين يتهمون الكتاب والسنة ويثقون بماذا؟ بالرأي. أما من يتعلم الكلام من أجل الرد على أهل الكلام ممن هم راسخون في العلم وليس من عوام الناس ومن مبتدئة الطلبة، فهذا من زيادة الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم، هذا من الجهاد، أنك تتعلم لغة القوم
حتى إيش ترد عليهم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان من ضمن الكلام الذي قاله في مناظرته قال: ما لا أحد يتكلم منكم بكلمة إلا وأنا أعلم بمذهبه منه. شوف هذا الثقة، استطاعوا أن يردوا هذا ولا لا؟ ما استطاعوا. ارجعوا إلى وأنا أنصح إخوان أن يقرأوا ذكر مناظرة العقيدة الوسطية، مفيدة جدا. وهذا الرجل حقيقة ما هو يعني كأنه ليس ابن يعني زمانه، فهو بحق يعني مخلوق مميز، مميز جدا. ويعني انظر، قرأنا سطورا في قرابة الساعتين أو ساعة ونصف من كتاب كتبه في ساعة واحدة قرأناها، وأردنا ولم نأتي على كل ما يعني فيها من الفوائد. وبعض إخواني يمكن يذكر أنه تذكرنا العقيدة الوسطية في كم قديم، أقدم واحدة حضرت أنت تقريبا أكثر من سنتين، ونحن نقرأ بالثلاثين صفحة هذه ونتذاكر بما فيها من الخير وكذا. هذا أنا لا يعني لا أنصح أحدا أن يجلس هذا الجلوس طويل فيها، لكن ما فيها من الخير لا ينقطع. ولذلك تجد أن بعض أهل العلم كأن لسانه ينطق بالوحي، كأن كلامه وحي من الوحي. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. هذا العلم مأخوذ عن الكتاب والسنة، العلم مأخوذ عن الوحي، وهو صافي نقي، تجد فيه هذا المعنى ظاهرا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعضهم يثير شبهة، وهي أن الإسلام يثبت وجود ملائكة موكلين بأعمال كالوحي والنفخ بالروح وكتابة الرزق والأجل ومراقبة الأعمال وتسجيلها إلى آخره، فيقول: هذا يقتضي النقص لله سبحانه وتعالى، لأنه محتاج لهؤلاء، فمن كمال الله أن يأمر المطر فينزل والروح فتصبح في الإنسان أو تخرج منه دون الحاجة لملك موت يقبضها. فما الفرق بين هذا الشرك كما يسميه هذا المعترض وشرك النصارى أو الصوفية بأنهم يدعون الخصائص وتصرف الأولياء بالكون بعد إذن الله لهم، وهي نفس الصورة أو في بعض الجزئيات؟ نعم، هذا الكلام أولا يعني ما ينبغي أن يكون الذي قاله مسلما أبدا، يعني لا يظن في مسلم أنه يدعي أن إثبات مثل هذه الأمور للملائكة نقص في الله، فيتصور أن الذي قال هذا هو معترض على الإسلام وليس معترضا على هذه الجزئية. واضح؟ أما أن الله عز وجل قد وكل إلى بعض الأنبياء وظائف معينة، فهذا أولا فيه تشريف لهم ورفع لمنازلهم، وفيه أيضا تشريف ورفع لما عملوا، يعني أعمالهم شريفة وهم في ذلك الشرف. وهو كما أنه سبحانه وتعالى جعل البشر الإنس وكذلك الجن جعلهم في درجات متفاوتة، كذلك جعل الملائكة في درجات متفاوتة، وهذا فيه حكم كثيرة. لكن خلينا نأتي إلى البشر، أليس هذا ينبغي أن يجعل في اعتراضه أن العبد إذا دعا الله عز وجل ليدخل الجنة فإن هذا الدعاء له أثر في دخول الجنة ولا لا؟ طيب، أليس الله عز وجل قد أمر العباد أن يتخذوا سلطانا في الأرض يحكمهم؟ طيب، لماذا لا يكون هذا شركا والله تعالى قادر ولا يحتاج إلى هذا، بل يقول للناس مثلا اعتدلوا فيعتدلون في الحكم ولا يحتاجون إلى السلاطين، ويقول للناس مثلا اعدلوا من غير أن يرجعوا إلى أن يكون لهم سلطان يعدل بينهم؟ ما الذي يعني، هل الله عز وجل يحتاج إلى هذا السلطان؟
ومع ذلك أمر بالسلطان وأمر بطاعته والانقياد لأمره وعدم مخالفة عنه ولو ظلم ولو أخذ مالك وضرب ظهرك. فهل هذا من حاجة من الله عز وجل أن يكون لهم سلطان؟ لا، ولكن هذا من الأمور التي فيها حكمة عظيمة. الآن عندما يعترض علينا أهل القدر ويقولون الله عز وجل فاعل لكل شيء أو أنه لا يفعل شيئا، لأن أهل القدر نوعان، أهل القدر نفاته وأهل القدر الجبرية. فأهل القدر النفات يقولون الله هو الفاعل لكل شيء، فيعترض عليهم بما يعترض عليهم، لنقول هذا موضوع. ولكن الذين ينفون القدر، أليس يمكن أن يقولوا لو كان الله هو المقدر فلماذا يعني يكل بعض الناس إلى بعض في الرزق؟ أنت الآن كيف تأخذ رزقك؟ من الله مباشرة؟ ولا؟ بالأسباب. العمل. ثم ربنا يرزق. طيب في أحد يعطيك ولا الأسباب هي تعطيك مباشرة من الناس؟ يعني أحد من الناس يعطيك الراتب ولا تعمل السبب وينزل من السماء؟ لا، يعني يا رب سخر هذا الشخص. وهذا الشخص هو الذي يأتيك بالمال ولا في شخص آخر يعطيه المال ثم؟ طيب إلى متى الله عز وجل، هل يحتاج الله عز وجل إلى هذا؟ لماذا لا يعطي الله عز وجل الرزق لكل شخص مباشرة؟ إذن قد جعل بعض الناس متحكما في أرزاق بعض، وهذا من جنس ما قاله الصوفية من الشرك، هكذا يقول هذا المعترض، صحيح؟ يعني الذي قرأ عنه وليس صحيح؟ طيب إيش الفرق؟ من يقول لي إيش الفرق بينما نثبته من أن الله عز وجل يكل بعض الأعمال والوظائف لبعض الملائكة وبين ما يفعله؟ طيب خلينا نقرب الصورة شوي. هل أهل السنة والجماعة الذين يثبتون أن من الملائكة من هو موكل بالصور، بالنفخ في الصور، يعني بإماتة الناس، وواحد موكل بالقطر والنبات، وواحد موكل بالوحي، واحد موكل بقبض الأرواح، وهكذا، هل أحد من أهل السنة والجماعة الذين نقول هذا يقول يجوز لنا أن نقول يا ملك الموت لا تقبض روحي؟ ها؟ طيب ما هو يقبض الروح؟ ليش ما تطلب منه؟ يسمع ولا ما يسمع؟ ها؟ له إرادة ولا ما له إرادة؟ طيب ليش ما تطلب منه؟ يفعلون ما يؤمرون. هذا لأنه شرك، أن تطلب من غير الله هذا الأمر شرك، وإن كان ملك الموت قادرا على قبض الروح. وضح؟ طيب لماذا كان من الشرك أني وإنه كان فريق من الإنس يعوذون بفريق من الجن فزادوهم عفوا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذا شرك ولا لا؟ طيب هؤلاء الرجال من الجن أليس لهم قدرة؟ تثبت ولا لا؟ يجوز أنك تتوسل بهم، أن تستغيث بهم؟ طيب الآن هؤلاء المتصوفة يقولون بالأبدال والأغواث والأقطاب بقطع النظر عن الاصطلاحات اللي ممكن تكون، ثم يجعلون هذه القسمة قسمة لكل شيء، من هو مسؤول عن البحار، ومن هو مسؤول عن الأنهار، ومن هو مسؤول عن التراب، ومن هو مسؤول عن الماء، وهكذا. هذا جاء في كتاب الله ما يثبته؟ ها؟ لا. طيب كون إسرافيل ملك الذي ينفخ بالصور جاء في كتاب الله ما يثبته؟ ها؟ الكتاب. طيب الآن جاء في السنة ما يثبت أنه إسرافيل بالذات، يعني أن إسرافيل ما مذكور اسمه يعني في القرآن، جاء في السنة ما يثبته، صحيح؟ إذن ثابت، فنحن لا نثبت ما لم يثبت. هذا يشبه تماما عندما شيخ الإسلام ابن تيمية في المناظرة قال إنما أقول الله سميع وسمعنا ليس كسمع الله، فاعترض عليه واحد منهم وقال إذن يجوز لنا أن نقول الله له جسم ليس كجسمنا، فاعترض واحد من الجالسين وقال له
إنه أخبرنا عن أنه سميع ولم يخبرنا عن أنه جسم حتى يلزمنا هذا اللازم، صحيح؟ ثم إنما يكون الشرك في هذا وهو الأغواث والأقطاب وكذا أن يتصرفوا إما بانفراد واستقلال بغير إذن من الله، ولكن الله قادر على أن يجعل بعضهم متصرفا ولا غير قادر، ويكون حينئذ الشرك في أي شيء، في أن يطلب منهم دون الله. واضح؟ ونعود ونقول إن الذي عرض هذه الشبهة لا يكون من المسلمين وإنما يكون من الملحدين. قال إنه لأبوين شيوعيين. أها خلاص انتهت المشكلة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل سب الرب والدين من الأمور المخلدة في النار؟ طبعا هو الخلود في النار ثمرة من ثمرات الكفر المخرج من الملة، وسب الرب أو الدين أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو القرآن هذه تكفي في خروج الإنسان من ملة الإسلام. واضح؟ هذا بدون تفصيل، لكن عند التفصيل واحد لا يعرف أن هذه الكلمة معناها رب نقول له كفر؟ الكلام إذا كان هذا الإنسان يعلم أنه يسب الله ويسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يشترط طبعا في ذلك استحلال وشروط الموجودة في كثير من أنواع الكفر، لأن هذا ما يحتاج العلم، يعني أن يسب الله عز وجل ويعلم أنه يسب الله هذا خلاص انتهى، ما يحتاج إلى أكثر من ذلك، والشروط والموانع وغير ذلك هذه قضية ثانية. لكن لو عرض له أنه مثلا كان مكرها فيه إكراه ولا لا، أو كان مثلا جاهلا بالكلمة التي قالها لا يعرف أن هذه مسبة، يعني مثل واحد من إخواننا، أنا أحيانا أذكر إخواننا، واحد من إخواننا المصريين أراد أن يصف يعني أحد الإخوة، وهذا الأخ سمين جدا، فقال لما جاء وإذا به ضئيل كده. ها؟ إيش يعني ضئيل؟ ضئيل يعني ضعيف جدا، فهو يقصد سمين. فلو واحد يعني وقع منه كلام لا يدركه لا يفهمه وهو مسبة ولا يعرف أن هذا مسبة، بل يظن أنه يعني كما وصف هذا أخطأ، يظن أن هذا مدح من المدح فذم. فهذا إيش؟ مثل شيخنا رحمة الله عليه شيخنا العثيمين ذكر عن أن بعض البدو لما تأثر بكلمة الله ثم فلان، يعني شاء الله ثم شاء فلان، فصارت هذه الكلمة على ألسنتهم. فيقول الشيخ رحمة الله عليه أنه سئل أحدهم عن البر القمح، أين ذهب القمح؟ وين ذهب القمح؟ قال: كلاه الله ثم حن. يعني إيش؟ هو يظن أن هذه كلمة كفر ولا لا، لكن هو ما يعرف أنه فيه ذم، لأن المسبة هي التنقص، فيها التنقص والاستهانة بمن تسبه، فإذا كان هذا لا يعلم أن هذا فيه التنقص والاستهانة فهذا ليس تفصيلا في معنى السب وكذا، ولكنه بيان فقط للأمر. فإذا ثبت أنه سب تعمد هذا الأمر فلا يحتاج مع ذلك إلى الشروط والموانع طالما أنه مختار لذلك وعالم به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قلتم إن الجهاد ليس مقصودا بذاته، وإنما المقصود بذاته هو التوحيد، وجهاد التوحيد هو الأولى، ولكن عندما يصبح الناس لا يستطيعون أن يعملوا بلا إله إلا الله، فهل يجب الجهاد؟ الحقيقة ما فهمت السؤال جيدا. إذا لم يستطيع الناس أن يعملوا بلا إله إلا الله، ما في شيء اسمه لا يستطيع أن يعمل بلا إله إلا الله، لأن العمل بلا إله إلا الله أنك تعبد الله ولا تعبد غيره. افرض أن الناس قيدوك ووثقوك وغلوك وصفدوك ووضعوك في حجرة على قدر البدن، تمام؟ فلا تستطيع أن تلتفت يمنة ولا يسرة، فأنت تستطيع في قلبك أن تجأر إلى الله وأن ترجوه وتخافه وتحبه وتخلص له وتتكلم بلسانك وتصلي وتقول: يا رب لم أستطع أن أركع وأن أسجد، لكني أصلي وأنا على الصورة تلك، ولن أقدم لغيرك عبادة. عملت بلا إله إلا الله ولا لا؟ أعطيني صورة الآن لا تستطيع أن تعمل بلا إله إلا الله، فلا أفهم مثل هذا السؤال. واضح؟ ما رأيكم في فلان؟
الجواب كذا، وهكذا الجواب عن كل من ستسألون عنه من الشيوخ. في شيء آخر ولا تقرأ؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو تعريف أهل السنة والجماعة؟ لابد من ذكر قضية، أرجو أن يكون هذا الأخير ولا في واحد. خلاص الآن نكتفي بهذا، الله يحفظكم. الأخير، هناك قضية أشير إليها. ليس من عادة أهل السلف ولا أهل السنة والجماعة التعريف بالأمور، يعني التعريف إنما دخل على الناس عندما دخل المنطق وعلم أهل الكلام، وإن يعني إنجاز أن يسمى علما، فالحد والمحدود وغير ذلك هذا ما كان موجودا، ولكنه اصطلاح دخيل. اصطلاح يجوز استعماله ولا لا؟ يجوز استعمال الاصطلاح. أنا أقول بارك الله عليكم، لذلك لا نحتاج يعني لا نحتاج في كل شيء أن نعرف التعريف إذا استطعنا أن نفهمه، ولكن عندما نخاطب المتكلمين نحاجهم بتعريفاتهم. يعني لما يقول المتكلمون المجاز، نقول لهم المجاز عندكم هو إيش؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة صارفة عن ذلك وكذا. فنأتي نقول لهم هذا المجاز مش مجاز، ليش؟ لأنه استعمال اللفظ في موضعه. صحيح؟ إذا مش مجاز، كيف سميتوه مجاز؟ وهذا استعمال اللفظ في غير موضعه، وليس هنا قرينة صارفة، إذا هو إيش؟ ليس مجازا. وهذا استعمال لما ليس بلفظ لأنه نقص. فنحتاج يعني نعرف تعريفهم، لكن نحن عندنا أهل السنة والجماعة لا يشترط واحد يقول لي عرف اليد، عرف العين، عرف لا، ليس لنا ذلك. ومع ذلك نقول أهل السنة يعني هم أصحاب السنة دون غيرهم، والجماعة لأنهم اعتصموا بالسنة واجتمعوا عليها، فصاروا أهل سنة لاتباعهم واعتصامهم وتمسكهم وعضهم بالنواجذ. والجماعة لأنهم مجتمعون على هذا الوصف، محبون للسنة، يثقون بها ويشكون في الرأي، وكلهم على هذا المبدأ، فهم اجتمعوا في الفهم. هذا واحد. اثنين، مجتمعون على العمل، يعني كلهم يتناصرون ويتناصحون ولا يتدابرون ولا يتقاتلون ولا يكفر بعضهم بعضا. هذا وصف أهل السنة والجماعة. تمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.